تحياتي زميلي تامر صقر، تحياتي لكل السادة المشاهدين هنا من استاد الجيش برج العرب ولقاء طلاع الجيش والنادي المصري، وهو اللقاء الذي يحمل رقم 32 في تاريخ مواجهات الفريقين منذ صعود فريق الطلائع موسم 2004-2005. لو تحدثنا عن فريق الطلائع، كابتن طارق العشري اصطحب بالأمس 20 لاعب فقط وأقام معسكره هنا في برج العرب، وبالأمس كان التدريب الأخير استمر لنحو 50 دقيقة، اشتمل على الخطة اللي يلعب بها كابتن طارق العشري المباراة. واضح من معلمها أنها خطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم. أكد كابتن طارق العشري عن مباراة المصري من المباريات الصعبة، وأشاد بفريق النادي المصري وأشاد بمدير الفني كابتن معين الشعبان، ولكن أكد لاعبي ضرورة اقتناص 3 نقاط لكي يبتعد الفريق عن المنطقة الخطرة. لو كلمنا عن غيابات عديدة ومهمة في فريق طلائع الجيش، منها مهند لاشين وعلي الفيل وجون أنطوي ومحمد أنور وأيضا كريم الطيب وكزادي كاتونجو وأيضا محمد الصباحي لوفاة أخيه بالأمس، بندعو له بالرحمة والمغفرة. فريق طلائع الجيش هو منبادر بالوصول هنا لاستاد الجيش حوالي الساعة 3:30، تبعه النادي المصري بربع ساعة. لو تحدثنا عن فريق النادي المصري وعقب التعادل الأخير هنا في استاد الجيش، التعادل الإيجابي مع فريق إنبي، الكابتن معين الشعبان لم يعطي لاعبيه أي راحة واستمر معسكرهم، وبالأمس كان التدريب في وسط أجواء باردة وهطول الأمطار، ولكن كان تدريب حماسي اشتمل ايضا على الخطه اللي هيلعب بها كابتن معين الشعباني. وكابتن معين الشعباني اكد انه، يعني كنت لسه معاه من حوالي 5-6 دقائق، اكد انه حاضر اليوم من اجل اقتناص 3 نقاط، واشاد بفريق الجيش واكد ان فريق الجيش من الفرق الجيده في الدوري الممتاز ولديه لاعبين على اعلى مستوى، لكنه يعني غير راضي عن نتائج الفريق للنادي المصري في الفتره الاخيره. لكن لو تحدثنا بقى عن اهم غيابات النادي المصري، غيابات عديده تنوع. لو كلمنا عن غيابات النادي المصري، جريندو فقط للإيقاف بسبب الإنذارات، أيضا هناك عصام ثروت للإصابة، ولكن الغيابات التي يعني ابتعدت عن النادي المصري ويتم تدريب مجموعة كبيرة في بورسعيد، منهم كابتن الفريق شديد إناو، أيضا كابتن إسلام صلاح وإسلام أبو سليمة، وأيضا كريم علاء ومحمد الجمل ومصطفى أيمن ومحمد بلح ومصطفى سلطان، دي لاعبين بيتدربوا الآن في مدينة بورسعيد، بالإضافة لأحمد الشيخ اللي تم تحويله للتحقيق نظرا لغيابه المستمر عن النادي المصري. زي ما قلت لك إن المباراة الكابتن معين الشعبان يضع عليها أمال وطموحات كبيرة لكي يعود مرة أخرى إلى المربع الذهبي. النادي المصري سيرتدي طاقم أخضر أبيض أخضر، فريق الجيش سيرتدي طاقم أحمر أسود أسود. كابتن أمين عمر هو من سيدير اللقاء اليوم. عايز أجد نشيد، يعني عايز أقول لك زميلي تامر، الأجواء هنا في الملعب أجواء ممتازة جدا والجو جميل، وأيضا أرضية الملعب على أعلى مستوى، طبعا إشادة كبيرة بهيئة مسؤول الاستاد وعلى رأسهم اللواء صبري الزرقاء وقائد المنطقة الشمالية من استاد الجيش ببرج العرب، والعودة مرة أخرى لاستاد برج العرب وزميلي المتألق تامر صقر.